بين 6 أشهر و12 شهر. هذه هي أدنى مدة تحتاجها الصدفيات للنمو والتكاثر حتى تكون جاهزة للاستهلاك. في الإنتاج لحقنا المرحلة الدوزيام اللي هي لا ديستريبيوسيون ولا كوميرسياليزاسيون. ما يخفالكش أنه لا كوميرسياليزاسيون الزبون اللي نتعودوا على المنتوج يحوز دائما أنه يكون المنتوج حاضر. دونك حنا ما حبيناش نبلوكيو هذه، قلنا حنا نلحقوا الفتره من كي نبداو لا كوميرسياليزاسيون نقدروا دائما نوفروا المنتوج، ماشي نديروا سكون ابيلون دونسي، يعني مره تعطيلو مره ما تعطيلوش، وين الزبون يقدر شغل ما يفهمش الوضع، لانه ضارب منتوج كلاسيكي وين دائما يكون عنده ما تقول له تفهموا اوضاع تاع البحر وكامل. دونك حنا قلنا نديروا بريمير فاز، ولو كان ما مدى الماليه تاع الشركه شغل تنظر، ولكن قلنا كي نباشروا في لا كوميرسياليزاسيون تكون اون كونتينيتي استمراريه في التسويق ديالنا. وكاين طلبيات حنا مازال ما لحقناش، كاين طلبيات من عند في سوق انترناسيونال، يعني فيما يخص التصدير، لانه الويتر خصيصا عندها فتره استهلاك وين العالم كله يطلبها، ويعني ما كاش بلد يقدر يوفر المنتوج 100% وحده على المستوى الدولي، وين حنا عندنا طلبيات على مستوى تونس مثلا، عندنا طلبيات على مستوى ايطاليا، وين دومون تاع الويتر غير تكون واجده لانه ما عندهم لوتيليري افيك الطبيعه تاعهم تاع الكوميرسياليزاسيون في فتره معينه، وين الطلبيه تزيد وين حنا لازم نكونوا حاضرين. وحنا البرنامج تاعنا مكون على طلبيه جزائريه ومحاوله التصدير بربي ان شاء الله في خلال ديسمبر 2024.